مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، حلقة جديدة من برنامجكم صحافة الغد، واللي بنتناول فيه بالقراءة والتعقيب أهم العناوين والمانشيتات بالإضافة لمقالات الرأي والأخبار الصادرة في صحف ومجلات الغد. مشاهدينا، في البداية كل عام وحضراتكم بألف خير. الحقيقة معنا موضوعات كتير متنوعة، لكن هنستعرض مع حضراتكم النهاردة أهم المانشيتات الخاصة بجريدة المصري اليوم بصحبة الكاتب الصحفي واللي هيشاركنا بالقراءة والتعقيب، الكاتب الصحفي بجريدة المصري اليوم الأستاذ أكرم عبد الرحيم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ، أهلا بك بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني الحقيقة معنا موضوعات كتير مختلفة ومتنوعة، طبعا بيغلب عليها الشأن المحلي، خاصة الخبر الأبرز واللي هنتابعه معاكم مشاهدينا، الخاص بتطبيق الأسعار الجديدة للمحروقات. كمان هنتابع تداعيات هذا القرار وتصريحاته وتأكيدات وزارة التموين على عدم المساس برغيف الخبز المدعم. كمان هنتابع احتفالات المصريين كلهم، وخاصة احتفالات قواتنا المسلحة بعيد الفطر المبارك، بالإضافة زي ما عودناكم دايما بيكون لنا نظرة على الشأن العربي والشأن الدولي. لكن خلونا مباشرة نستهل جولتنا الصحفية بتطبيق الأسعار الجديدة للمحروقات واللي أعلنتها وزارة البترول، وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي طبعا رئيس مجلس الوزراء اجتماع مطول مع المحافظين عبر الفيديو كونفرنس لمتابعة توافر المنتجات البترولية. الخبر العنوان بيقول: الحكومة بعد زيادة أسعار الوقود الدعم لا يزال مستمر. يعني أستاذ أكرم، ده كان المانشيت الرئيسي في الخبر ده، يعني من العناوين نتعرف من حضرتك على التفاصيل. أنا هبدأ من تصريحات وزير البترول المهندس طارق الملا. احنا تحدثنا قبل كده وقلنا ان كنا متوقعين او الزيادة المتوقعة في اسعار البترول خلال الفترة المقبلة، تحدثنا في قناة النيل اكثر من مرة. ليه؟ لان الحكومة ووزارة البترول بترى ان المقصود بها اولا هو تعديل التشوهات السعرية وتعديل منظومة الدعم، لأن منظومة الدعم كانت بتدعم الكل، الفقير والغني، فكان هذه المنظومة تصل إلى الغني كمان أكثر من الفقير، ولا يستفاد بها الفقير بصورة كبيرة يعني. ودي نتيجة التشوهات اللي هي عانى منها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، وكان في خوف من اتخاذ هذه القرارات الجريئة يعني. الإجمالي الدعم كان خلال الخمس سنوات الماضية لدعم المحروقات كان 517 مليار. العام ده 2017 و2018 كان 135 مليار. يعني ده بيؤثر تأثير كبير على زيادة الأعباء على الموارد، زيادة الأعباء على التنمية، التأثير على قطاع البترول. قطاع البترول عنده اكتشافات عايز يسرع فيها، عايز ينشئ منطقة لوجستية، طبعا ده كله محتاج إلى دعم. طيب، وإحنا بنتكلم عن زيادة أسعار المحروقات بنتكلم كمان عن مواطن بسيط. الإجراءات اللي اتخذتها الدولة للحفاظ على المواطن والمتمثلة زي ما تابعنا طبعا في التصريحات المهمة جدا، التأكيد على متابعة سائقي سيارات الأجرة زي التاكسي وغيره. طبعا رئيس الوزراء كان اجتمع عن طريق الفيديو كونفرنس مع المحافظين، وتحدث مع وزير التموين، وتحدث مع وزير البترول، ومع وزير الداخلية عن الإجراءات التي تتخذها في هذا الإطار، وعدم رفع الأجرة على المواطنين، تكثيف الحملات المرورية، ضرورة توافر الوقود والبوتاجاز في محطات الوقود. طبعا الزيادة تقريبا من 10 إلى 20%. طبعا هو تحدث برضو بالأرقام عن الدعم، دعم البوتاجاز ودعم البنزين ودعم السولار الذي تتحمله الدولة كل عام. فقال ان البوتاجاز كان قبل الرفع، أصوات البوتاجاز كانت ب30 ارتفعت الى 50، قيمة الدعم كان 125، وكانت ما تتحمله الدولة 39 مليار. في البنزين كان 3.65 ارتفع الى 55، 1.28 ما تتحمله الدولة
11 مليار. إذن ده توضيح طبعا للمواطن المصري بمدى الدعم اللي بتتحمله فعلا الدولة لدعم ورعاية المواطن البسيط. لأنه ده الحصاد المر يا أستاذ حنان، لازم تتحمل، لازم عشان خاطر المشروعات وتسير في 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 هذا الاتجاه لابد من تعاني قليلا. أكيد. طيب وإحنا مع اليوم الثاني مشاهدينا من الاحتفال بعيد الفطر المبارك، كمان قواتنا المسلحة الحقيقة احتفلت لليوم الثاني مع أسر شهدائنا من القوات المسلحة ورجال الشرطة المدنية. الحقيقة كان في حفلة مهمة جدا عقدت في مركز المنارة للمؤتمرات. الخبر بنتابعه مع حضراتكم جاء تحت عنوان الجيش ينظم احتفالية جديدة لأسر الشهداء. يعني قراءة حضرتك الصحفية للخبر ده. كل سنة وانت طيبة، والأمة المصرية والعربية والإسلامية كلها بخير، الناس كلها بتحتفل، فيجب ألا ننسى شهداؤنا من القوات المسلحة الذين ضحوا عشاننا وعشان خاطر الأمة العربية هذه التضحيات الغالية. فكانت القوات المسلحة دائما لا تنسى أبنائها، فنظمت حفلة لأسر الشهداء، حضرها برضو عدد من الوزراء وحضرها وزير الأوقاف، وتحدث وزير الأوقاف قال إن مصر لا تنسى أبناء الشهداء الذين ضحوا وروت أرض سيناء دماءهم، برضو الذين يحاربون الإرهاب كل يوم سواء في الداخل ماشي أو في الخارج أو في سيناء لإيقاف المد الإرهابي المستفحل في العالم ككل. قال إن الاحتفال برضو ده واجب شرعي وواجب ديني وأمانة في أعناق الجميع، يعني يجب ألا ننسى أبناءنا من أفراد القوات المسلحة اللي هم يعتبروا جزء من النسيج الوطني، جزء من مصر، أخواتنا وأبنائنا. أكيد كل عام وكل المصريين جميعا بألف خير. مشاهدينا هنروح معاكم على طول للصفحة الرابعة، الحقيقة فيها خبر وتصريح مهم جدا لوزارة التموين خاصة بعد زيادة أسعار المحروقات. الخبر في التصريح بيقول لا مساس بسعر الرغيف ونتحمل ارتفاع ثمن السولار. يعني رأي حضرتك وتعقيبك على الإجراءات اللي بتقوم بها الدولة لحماية المواطن المصري البسيط. هو المشكلة فينا احنا، يعني انا اعتقد عندما يرتفع البترول الكل عايز يغلي. يعني اذكر انا في مره رحت مثلا اشتري ذره من السنه اللي فاتت مع الزياده، واحده بتقول لي لا ده بقى كذا، طب يا ستي ايه علاقه الدب ده؟ لا، فاحنا عايزين نغلي بقى، طالما السولار ارتفع يبقى ترتفع اسعار الطماطم والخضار فكان تصريح الجميل والجريء من وزير التموين، وقال لا مساس بالزياده في اسعار الرغيف، وسوف تستمر الحكومه ووزاره التموين في دعم رغيف الخبز اللي هو المنظومه المتكامله التي اقرتها الحكومه خلال الفتره الماضيه، وده استحقاق لدعم الطبقات المكافحه. طبعا دعم الرغيف، وهو اصلا اوزع الى المخابز بصرف الكوبونات بالاسعار القديمه قبل الزياده. عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز قال إن جوال الدقيق ده بينتج 1250 رغيف، وده بيستهلك حوالي 11 لتر من السولار. ومع طب توقعاتك لردود الأفعال من المواطن محدود الدخل على هذا القرار ورؤيته للحكومة وهي بتدعمه؟ هو هي عايزة يعني حملة إعلامية توضح للمواطن، لأن في أشياء كثيرة جدا غائبة عن المواطن من خلال قيام الحكومة بدعم الكثير من السلع الغذائية داخل مصر. وأنا في اعتقادي عندما يرى المواطن الشريف، عندما يرى قيام الحكومة بإيصال الدعم إلى مستحقيه، أنا أعتقد أن هو يعني سوف يرضى بذلك، ويرى زي ما يقول السيد الرئيس إن احنا لابد أن نخرج من عنق السجاجة لكي تنهض مصر وتعود إلى الرياضة مرة أخرى. برضو تحدثت فاطمة عن مقصود رئيس شعبة المواد الغذائية، وقالت برضو ما فيش أي تأثير لأسعار المواد الغذائية أو ارتفاع ليها، وده كان تأثير، ده تصريح يعني أنا أعتقد إن هو جيد، تصريح مهم جدا الحقيقة. طيب خلينا نسيب شوية الشأن المحلي ونروح على طول للشأن الدولي. بنتابع خبر مع حضراتكم من صدر الصفحة الثالثة حول اقتحام القوات اليمنية المشتركة بإسناد من قوات التحالف العربي حرم مطار الحديدة الاستراتيجي. ده كان طبعا بالأمس. الخبر بيقول معركة الحديدة 250 قتيل حوثي.
يعني رؤية حضرتك للأوضاع الآن في اليمن. لماذا ميناء الحديدة؟ لأن ميناء الحديدة ده يعتبر من الموانئ الاستراتيجية، هو بيقع على بعد 150 كيلو غرب من العاصمة اليمنية، كانت بتدخله أو بتدخله 70% من الواردات أو المساعدات الإنسانية. كان ده يعتبر مصدر قلق للقوات اليمنية. ليه؟ لأنه أصلا كان ده استغلته إيران في إمداد قوات الحوثي أو الحوثيين بقطع الأسلحة، وكانت برضو الواردات بيه بتصل إلى حوالي 50 مليون. 50 مليون ده طبعا كان بيستغلوها للحوثيين لمقاتلة القوات التحالف. طب لو اتكلمنا عن تلاحق الأحداث والتطورات السريعة جدا اللي موجودة دلوقتي في اليمن وعدد القتلى، يعني 250 قتيل حوثي، أنا أعتقد أن خلال الفترة اللي جاية ده يعتبر انتصار كبير جدا ورفع من الروح المعنوية للقوات اليمنية، لأن القوات التحالف وقوات الشرعية تريد أن تحسم المعركة في أكثر وقت، خاصة أن يعتبر ميناء الحديدة من الموانئ الاستراتيجية، وكمان قربه من العاصمة، ويعتبر خط ربط ما بين العاصمة وبين باقي المدن الأخرى. 250 من القتلى ده بيعزز انتصار القوات اليمنية، إلى جانب أن الحوثيين بيروا أن هم يعني في يوم من الأيام أن هم أخطأوا في تحالفهم مع إيران، وأن لابد من العودة إلى الشرعية مرة أخرى. طيب لسه مع حضرتك ومع السادة المشاهدين في الصفحة الثالثة، لكن هنروح لموضوع آخر متعلق بصفقة القرن. الخبر جاء تحت عنوان تحركات دبلوماسية أمريكية قبل إعلان صفقة القرن، يعني مجموعة كبيرة من التحركات الدبلوماسية والأمريكية تحديدا، كيف تنظر لهذه التحركات؟ كان صفقة القرن هي عبارة عن إيه؟ صفقة القرن كان مقترح أمريكي لتوطين الفلسطينيين في وطن بديل وإنهاء حق اللجوء، وتشمل إقامة الدولة الفلسطينية في قطاع غزة ومناطق ألف ومناطق باء وجزء من مناطق جيم، وتوفير حوالي 10 مليار من الدول المنحة، وتأجيل قضية القدس، وضمانات لإسرائيل إن تعقد اتفاقات سلام مع بعض الدول العربية منها مصر ومنها الأردن. مصر كان لها دور كبير جدا في هذا، لأن هم أصلا المقصود اللي أفسدته مصر خلال 2013 ما بعد 2013 أن هم كانوا يأخذوا جزء من سيناء لتوطين بعض الفلسطينيين، وده اللي أشار دي اللي أفسد الخطة بتاعتهم الرئيس السيسي، وقال لن نتنازل عن شبر واحد من الأراضي المصرية ومن أراضي سيناء التي روت دماء المصريين. إلى جانب نقطة تانية كمان، اجتمع مع الفلسطينيين هنا في مصر، واستطاع الرئيس السيسي أنه يوحد الصف الفلسطيني. دلوقتي كان هو ده الدور المصري الاستراتيجي اللي بتلعبه دايما في المنطقة. يعني مشاهدينا ده كان آخر خبر في جولتنا الصحفية مع حضراتكم، بشكر فيها ضيفي الكريم الكاتب الصحفي بالمصري اليوم الأستاذ أكرم عبد الرحيم، شرفتنا يا فندم. شكرا لك يا أستاذة حنان، كل سنة طيبة. أيضا مشاهدينا الشكر موصول لحضراتكم، تابعونا غدا مزيد من المنشطات والعناوين في صحافة الغد، إلى اللقاء.